الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو الله السلام لكم جميعا في هذه الأيام، خاصة أيام جائحة الكورونا. أقدم في هذا المقطع ما يسمى بمقدمة بسيطة بنماذج توزيع المتغيرات المتخلفة أو المتأخرة، الجزء الأول طبعا منها، أو باللغة الإنجليزية Distributed Lag Models. سأبدأ بهذا الجزء الأول كمقدمة، وأقدم به ما يسمى بكويك ترانسفورميشن أو تحويل كويك كما أسميتها باللغة العربية، وعلى بركة الله نبدأ. الآن للقرارات الاقتصادية في معظم الأحوال تبعات وآثار تأخذ مداها على أرض الواقع، وقد تبقى مدة من الزمن حتى تنحسر أو تزول. إذن أي قرار أو نشاط اقتصادي له تبعات قد تأخذ مداها على أرض الواقع، وقد يبقى أو تبقى هذه التبعات مدة من الزمن حتى تنحسر أو تزول. في العادة تكون هناك فترة زمنية بين قرار أو نشاط ما وما يمكن أن يظهر من تبعات ونتائج لهذا القرار النشاط بعد انقضاء تلك الفترة. على سبيل المثال، لا تظهر نتائج السياسات الاقتصادية والقرارات المتعلقة بها بشكل مباشر. فلو افترضنا أن الحكومة على سبيل المثال قررت زيادة معدل الضريبة على الدخل الكلي، فإن الدخل المتاح ينخفض، وكذلك أرباح المنتجين والطلب على مدخلات الإنتاج وهكذا. لكن ذلك هذا الأثر الآن على يعني الأثر الناتج عن زيادة معدل الضريبة، هذا الأثر لا يحدث بشكل لحظي مباشر دفعة واحدة، بل يستغرق عدة فترات زمنية كي تظهر تبعات ذلك بشكل جلي ومستقر. من الأمثلة المعروفة على المتأخرة أو ما يسمى التباطؤ الزمنية، المتأخرة الزمنية أو التباطؤ الزمني، ما يعرف بأثر مضاعف الإنفاق expenditure multiplier. إذن الآن نتحدث هنا عن distributed lag models، وهذا من الأمثلة اللي هو أثر مضاعف الإنفاق أو expenditure multiplier. دعنا ننعم النظر في هذا الشكل الآن. لاحظوا أن الفترات الزمنية، الفترة الأولى بعد انقضاءها، الفترة الثانية بعد انقضاءها، وهكذا. وهنا التغير في الدخل الكلي أو الدخل. فالآن هذه الجولة الأولى بعد زيادة الإنفاق بهذا أثر المضاعف يعني الآن، ثم يرتفع، ثم يأخذ يعني استقرار، ثم يرتفع قليلا، وهكذا حتى يستقر عند آخر شيء. فسيحتاج إلى فترات زمنية هذا التبثيل البياني لأثر المضاعف على الإنفاق في الاقتصاد. نتابع على بركة الله. تعاملنا إلى هذه اللحظة مع شكل محدد من النماذج، هي النماذج القياسية الساكنة أو ما سميناها static models، وهي نماذج تعتمد على متغير مستقل واحد أو أكثر. وقلنا أن مسار الظاهرة أي المتغير التابع، الظاهرة هو المتغير التابع الذي يعني نحن بصدد أو تفسيره خلال يعني من خلال النموذج الساكن. فقلنا أن مسار الظاهرة أي المتغير التابع في مثل هذه النماذج يتحدد من خلال تغاير variation أي سلوك المتغيرات المستقلة أو المستقل، ولهذا السبب سميت النماذج الساكنة. لو أدخلنا قيما متخلفة اللي هو lagged يعني أو مرتدة متأخرة زمنيا lagged values للمتغير المستقل مثلا كما في الدالة أدناها بعد قليل سأبينها، لشهدنا تغيرا في سلوكها من حيث علاقتها مع عامل الزمن. وعادة ما تأخذ الدالة التي تحتوي متغيرات متأخرة زمنيا الشكل الاقتراني المجرد الآتي. لاحظوا هلا y sub t تساوي إذا دالة هي اقتران دالة a function of x t x t سالب واحد x t سالب 2، بمعنى آخر x في الفترة t، x في الفترة t السابقة ثم السابقة مرتين ثلاث مرات وهكذا حتى ننتهي. أو الشكل الصريح الآن المحدد الآتي، هذا الآن y sub t تساوي a نقطة تقاطع زائد b not في x t زائد b 1 في x t في الفترة السابقة زائد b 2 في الفترة السابقة مرتين زائد كذا كذا حتى بي ان في الفترة السابقة تي ناقص نون مرة إلى الخلف إلى الوراء، زائد طبعا الايرور تيرم أو ما يسمى بعبارة الخطأ العشوائي والخطأ العشوائي. نتابع هذا النموذج الثاني مرة، واي سب تي تساوي اي زائد بي ناقص اكس تي في الفترة الحالية تي
زائد بي 1 في اكس تي السابقة، يعني اكس تي الآن اكس في الفترة السابقة زائد بي 2 في السابقة على السابقة وهكذا حتى ننتهي منها، حيث ترمز اكس تي للمتغير اكس عند الزمن تي واكس سب تي ناقص واحد متغير اكس تي خلال الفترة السابقة تي ناقص واحد وهكذا لبقية المتغيرات. يقال عن هذا الشكل من النماذج بأنها حركية dynamic models، وتسمى نماذج توزيع المتغيرات المتأخرة المتخلفة زمنيا distributed lag model. عادة ما تستجيب الظاهرة أي اللي هو المتغير التابع المرتبطة مع عامل الزمن للتغير في المتغيرات المستقلة بشكل تدريجي، إذ من الطبيعي أن نتصور بأن الاستهلاك خلال فترة ما مثلا يعتمد على الاستهلاك الذي تحقق في فترة سابقة ليست بعيدة، وفي إطار عملية التكيف التي قد يضطر إليها أي إنسان يمكننا توقع أن انخفاض دخل الفرد في لحظة ما لا يؤدي إلى انخفاض في إنفاقه الاستهلاكي دفعة واحدة، لأن الفرد يحتاج إلى فترة كافية كي يضبط سلوكه الاستهلاكي، كي يتكيف كي يتأقلم مع الوضع الجيد بعد انخفاض الدخل. نتابع. تندرج النماذج الحركية هذه الديناميك موديل تحت صنفين رئيسين، هما نماذج المتأخرات النهائية اللي هي محدودة ولا نهائية غير المحدودة finite and infinite distributed lag models low models okay، والنماذج المرتبطة ذاتيا autoregressive models مثل ما يوضح الشكل الآتي. الآن هذا الشكل عند النماذج الحركية اللي هو dynamic models يعني تصنف تحت صنفين رئيسيين، نماذج المتغيرات المتأخرة distributed lags، وهنا نماذج ذاتية الارتباط autoregressive models. هذه الآن في عندي النهائية المحدودة اللي هي finite model، هنا عندي infinite model، في عندي بمعنى آخر عدد لا نهائي من المتأخرات xt سالب واحد xt سالب اثنين xt كذا كذا إلى عدد لا نهائي يعني. لكن سبحان الله بالرياضيات ربنا علمنا ما لم نعلم نستطيع أن نتعرف على يعني أقرب ما يمكن إلى هذه النماذج. والنوع الثاني هو نماذج ذاتية الارتباط autoregressive، يحتوي هذا الصنف على متأخرة للمتغير التابع، يعني معنى آخر y في الطرف الأيسر اللي هي الظاهرة أو المتغير التابع يكون y sub t ناقص 1، هنا يحتوي هذان الصنفان متأخرات للمتغير المستقل اللي هو على الطرف الأيمن من الدالة. نتابع. يمكننا بشكل عام حصر مبررات اللجوء إلى النماذج الحركية فيما يأتي أو يلي. الآن سبب يعني المبررات هنا أثر مضاعف الإنفاق expenditure multiplier على سلوك الأفراد والمؤسسات، إذ أن الإنفاق على الأنشطة الاقتصادية المختلفة يحتاج إلى فترات زمنية عديدة حتى يأخذ مدى. هذا واحد من الأسباب والمبررات. السبب الثاني أسباب مؤسسية institutional reason، حيث تؤثر سياسات وإجراءات وتشريعات المؤسسات المختلفة في خيارات الأفراد وسرعة التكيف مع القرارات التي تصدر عنها. يعني على سبيل المثال لو أن البنك المركزي قرر زيادة معدل الاحتياط الإجباري الريزيرف ريشيو، الآن هذا البنوك اللي هو المؤسسات المصرفية ستحتاج إلى وقت حتى تتكيف مع هذا الوضع. الآن أسباب نفسية psychological reasons، لأن من عادة الأفراد أن يكونوا تقاليد وأعراف وعادات تصبح راسخة مع الزمن، ويحتاجون إلى فترات زمنية متباينة حتى يتخلصوا من العادات والتقاليد التي تعيق تكيفهم مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة. وأخيرا أسباب تقنية technological reasons، حيث يتطلب على سبيل المثال إدخال تقنيات إنتاجية جديدة وقتا كافيا كي تأخذ تقنية إنتاج مداها. هذه أسباب موجبة مهم جدا ومنطقية لماذا نحتاج إلى ما يسمى بالدايناميك موديل وإدخال ما يسمى بالdistributed lags هنا. okay. نتابع. هناك عدة طرق للتحويل transform البيانات من صيغتها الأصيلة إلى صيغة تتضمن المتغيرات المتأخرة lagged variables. لنبدأ بأبسط واحدة من هذه الطرق المعروفة باسم تحويل كويك المتأخرة في النموذج المرتبط ذاتيا كويك transformation اللي هو the autoregressive model. إذن الآن سنتحدث عن
كويك ترانسفورميشن، تحويلة كويك كما أسميتها باللغة العربية، وهي من أهم الطرق التي يتم من خلال الحصول على نموذج مرتبط ذاتياً أوتو ريجريسيف موديل. لنفترض أن النموذج الذي نتعامل معه يأخذ الشكل القياسي الآتي، هذا هو الآن النموذج Y sub T، الظاهرة المراد يعني شرحها أو تفسيرها المتغير التابع، يساوي A زائد B not اللي هي sub يعني zero في X في الفترة T زائد B1 في المضروب في X في الفترة السابقة T سالب واحد ناقص واحد، يعني معناها ذهبنا إلى الوراء فترة، زائد B2 في X T ذهبنا إلى الوراء فترتين T ناقص 2 زائد 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 B K في X صب T ناقص K ذهبنا إلى الخلف K من المرات، عدد K من المرات، زائد ميو صب T اللي هو الإيرور تيرم أو عبارة الخطأ العشوائي، بحيث تكون الآن لاحظوا الآن شو تعريف B صب I، هاي B not B1 B2 وهكذا A B K، B صب I تساوي B الأولانية هذه B صب 0 مضروبة في لامدا للقوة I، حيث لامدا كلها يعني بالقيمة المطلقة أقل من واحد صحيح، أي واحدة منها أقل من واحد صحيح، حيث I تساوي 0 1 أو إلى 0 1 2 3 حتى K. فإذا الآن تعريف B صب I هذا يعني أي واحدة منهم B not B1 B2 وهكذا، B صب I تساوي B الأولانية B0 مضروبة في لامدا اللي هو معامل هلأ في بدي أعرفه يعني إن شاء الله ما هو لامدا بعد قليل، مرفوع للقوة I، حيث معنى ذلك أنه لكل لامدا أقل من واحد صحيح. تعالوا نتابع الآن. تمثل لامدا ما يسمى معدل التضاؤل أو التراجع، هكذا ترجمتها باللغة العربية Rate of Decline. على سبيل المثال لو كانت الآن y sub t تساوي a زائد b not في x t زائد b1 في x t سالب 1 زائد b2 في x t sub t ناقص 2 وهكذا إلى أن ننتهي، وكانت الآن b not تساوي نصف، b not تساوي نصف، وافترضنا بأن لاندا تساوي 0.9 يعني هاي نصف وهاي 9 بالعشرة، لاحظوا لي فإن لاحظوا لي هنا الآن b not تساوي نصف في سالب 9 عفوا في نقطة فاصل 9 مرفوع للقوة صفر كما عرفناها قبل قليل، أرجع لها بعد إذنكم هنا نرجع لها مشان نتذكرها هنا أحبتي، هذه B sub I تساوي B not في X في لامدا للقوة I، إذا هاي تذكروها لطفا. والآن عرفنا أو يعني حددنا أنه B not تساوي نصف ولامدا تساوي فاصل 9 يعني 9 بالعشرة، فإن الآن B not تساوي النصف ضرب فاصل 9 للقوة صفر تساوي تبقى كما هي. في الفترة اللاحقة البي بي صب 1 في عفوا في اكس تي طبعا الان سالب 1 الفتره السابقه نصف في 9 بالعشرة القوه 1 تساوي 45%، لاحظوا لي كيف الان بي عمالها بتصغر. بعدين بي صب 2 بي الثانيه تساوي نصف في 9 في 9 بالعشرة تربيع وتساوي فاصلة 405، بي 3 تساوي نصف في 9 بالعشرة القوه 3 تساوي فاصلة 36 45 وهكذا حتى ننتهي على سبيل المثال ببي العاشرة تساوي نصف في 9 بالعشرة القوة 10 وتساوي تقريبا 17% يعني أو فاصلة 17434 بالألف أقل من 18%. هذا الآن هو يعني سلوك بي صب آي حيث آي تساوي 0 1 2 3 وهكذا. فالآن سنتعرف على الشكل، نلاحظ أن قيمة يعني بي آي هذه تتناقص تدريجيا كلما ذهبنا في الزمن إلى الوراء، مثل ما يوضح الشكل الآتي. الآن هذه القيم هاي ترجمتها الآن، لاحظوا لي هاي الفترات الزمنية 0 1 2 3 حسب بي، وهنا بي 0 1 2 وهكذا، فلاحظوا لي كانت نصف الآن 45 بعدين 405 من الألف وهكذا إلى أن تؤول إلى الصفر. لاحظوا الأثر، الأثر كلما توغلنا في الزمن إلى الخلف، إذا الآن هذه الآثار اللي تحدثها أي متغير لاجد أو متأخر. يعني نتابع الآن،
بالتعويض عن بي سب اي بماذا؟ نعوض عنها بي سب اي تساوي بي نوت في لاندا للقوة اي في النموذج هذا. هذا النموذج الآن كل بي اي بنعوض عنها بهذه القيمة. لاحظوا الآن نحصل على ماذا؟ لاحظوا لي واي سب تي تساوي بي نوت في اكس تي عادي زائد الآن بي نوت في لاندا للقوة واحد قلنا عنها في x sub t زائد b not في لاندا تربيع لأن هنا الآن كانت صفر هذه الآن راحت بما أنها صفر بصير واحد صحيح فتبقى b not b not أما الآن القوة واحد فتصبح b not في لاندا القوة واحد الآن b not في لاندا القوة اثنين وهكذا حسب الاندكس هذا السبسكريبت زائد زائد حتى نصل لb not في لاندا k في مضروبة في x ل sub T ناقص K زائد mu of D. نأخذ الآن B not عامل مشترك للكل الآن. نحصل على Y sub T تساوي A في B not عامل مشترك من كل هذه القيم برا فداخل القوس بصير عندي XD زائد لامدا في XT sub 1 T sub عفوا سالب 1 زائد لامدا تربيع في X sub T ناقص 2 وهكذا حتى ننتهي للK يعني الفترة K لاندا القوة K مضروبة في X صب T ناقص K زائد ميو of T. نتابع الآن لو سحبنا طرفي الاقتران هذا الآن بدي أسحبه ماذا إلى الوراء إلى الوراء فترة واحدة فقط نحصل على ماذا لاحظوا لي هذا الآن سحبنا إلى الخلف أصبح الآن Y صب T سالب واحد وكل شيء داخل القوة سحبنا فترة واحدة فمنلاحظ A زائد B not يعني مضروبة في x sub t ناقص واحد زائد لاندا في x sub t ناقص اثنين وهكذا حتى ننتهي انه الان لاندا القوة k مضروبة في x sub t ناقص k ناقص واحد وهذا الحكي كذلك الامر الايرور تيرم سحبناه مرة واحدة الى الخلف عند ضرب طرفي الاقتران هذا طرفي الاقتران بلاندا نحصل على ماذا لا نحصل على هذه القيمة لاندا في y sub t ناقص واحد وكذلك الأمر لامدا مضروبة في كل شيء داخل عندما ضربناها في a فأصبحت لامدا في a ضربناها في b دخلت الآن لامدا على الكل فأصبحت الآن هنا لامدا في x sub t ناقص واحد أصبحت الآن هاي لامدا تربيع في x t sub t ناقص 2 ضرب زائد عفوا لامدا تكعيب أو لقوة ثلاثة ضرب x صب تي ناقص ثلاثة وهكذا حتى ننتهي وهنا لاندا أوكي؟ نقوم الآن بطرح الدالتين مهمة بطرح هذه الدالة هاي الآن واي من لاندا هذه بطرحهم من بعضهم البعض بعضهم كي نحصل على النموذج المرتبط ذاتيا هذا هو النموذج المرتبط ذاتيا واي صب تي سالب لاندا واي صب تي ناقص واحد لاحظوا الفرق بين y في الفترة t والy في الفترة السابقة لكن مضروبة في لامدا تساوي 1 سالب لامدا في a لاحظوا لأنه سحبنا احنا طرحناها من بعضها البعض زائد b not في xt زائد mu t سالب لامدا في mu t t ناقص 1 طبعا اذا y sub t لحالها لما بنقولها الى الطرف الايمن الان بحصل عندي هذا ما يتبقى حيث طبعا الـ error term هذا أصبح الآن حاصل الفرق بين الـ error term الفترة T والـ error term في الفترة السابقة لكن مضروب في لاندا أرجو التدقيق على هذا والتأكد منه أحبتي نتابع الآن حيث بدأنا بنموذج متأخرة لاحظوا لي إحنا بدينا بنموذج متأخرة زمنيا الآن وانتهينا بنموذج ذاتي الارتباط وعند إجراء انحدار لـ Y sub T على XT و y sub t ناقص واحد نحصل على تقديرات للامدا وبي نات وA طبعا سأعطيكم مثال إن شاء الله بعد قليل وينها نحصل على تقديرات لb sub i تساوي b نات في لامدا للقوة i مثال الآن المثال عبارة عن أرقام مثال على تحويل كويك ودالة الاستهلاك لنفترض أن لدينا البيانات التالية عن قيم الدخل المتاح هذا الدخل المتاح y sub t والاستهلاك سي سب تي خلال فترة من 1991 إلى 2010 لاحظوا يعني بتحكي الآن عن
19 أو 20 سنة تقريبا. لو افترضنا بأن دالة الاستهلاك المنوي تقدير معلوماته كانت خطية الشكل وتحتوي متغيرا تابعا متأخرا، لاحظوا لا هذه البيانات، هذه البيانات الآن السنة 91 92 30 وهكذا حتى انتهينا من 2010. طبعا الأرقام كانت متاحة لكن الجدول لا يسع، فاضطريت أني بس أضع يعني هذه القيم، أما التقديرات فهي دقيقة جدا. الدخل المتاح الآن واي سب تي 100 109 117 وهكذا إلى أن انتهينا ب 345. الاستهلاك كان 93 94 97 وهكذا إلى أن انتهينا 288. الاستهلاك متأخرا فترة واحدة، لاحظوا لي هذا الاستهلاك أخذته من هنا، هذا الاستهلاك هنا، لاحظوا فترة واحدة 97 سبقتها، يعني تي سي سب تي ناقص واحد المية، لاحظوا لي الفرق بيناتهم فترة واحدة وهكذا. فالآن آخر شيء كان 265 بكون طبعا هنا الاستهلاك 265. نتابع الآن. لو افترضنا أن دالة الاستهلاك المنوي تقدير معلوماتها كانت خطية الشكل وتحتوي متغيرا تابعا متأخرا وتم الحصول عليها من تحويلة كويك كما يأتي. الآن هذه السي تساوي هاي الآن الانترسبت واحد سالب لاندا حسب ما تعرفنا عليها قبل قليل في A زائد B ناط في Y T، لاحظوا لي زائد الآن لاندا في C سب T، يعني بمعنى آخر بأن الاستهلاك هنا تأثر بالاستهلاك بالفترة السابقة وهذا مستوى الدخل، أوكي، زائد الإرور. بإمكاننا تقدير الآن هذه القيمة ولامدا، لكن أنا سأقول لكم كيف يعني الآن، لأنه إذا لامدا هنا عرفناها معناته سأتعرف على هذه القيمة من خلال القيمة الكلية هنا بواسطة مربعات صورة اعتيادية وتوظيف المصفوفات كما يأتي. الآن هذه المصفوفات X ترانسبوز X هكذا تساوي، وهذا X ترانسبوز Y هكذا تساوي، حيث تمثل بضمنات الميل الحدي للاستهلاك، هنا الميل الحدي للاستهلاك هذه هي، ولامدا للأثر الحدي لقيمة الاستهلاك خلال الفترة السابقة، يعني هذا الميل الحدي للاستهلاك لاحظوا لي، وهذه أثر الاستهلاك في الفترة السابقة على الاستهلاك في الفترة الحالية. طبعا كانت النتيجة كما يلي، هاي الآن هو متجه المعلومات المقدرة تساوي 10.3355، والآن الميل الحدي للاستهلاك يساوي point يعني فاصلة 2.875، وهنا لامدا لاحظوا لي لامدا تساوي فاصلة 10.43، وكان شكل الدالة المقدرة كما يلي، هاي الآن كل إشي واضح بالنسبة لي، قيمة التي وهذه قيمة التي، هذه الآن الانترسبت اللي هو واحد ناقص لامدا في A زائد الميل الحدي للاستهلاك في Y T زائد لامدا في C sub T، R سكوير يساوي 0.89 تقريبا 90%. يلاحظ من نتائج المعلومات المقدرة من البيانات الافتراضية أن الآن واحد سالب لامدا في A تساوي هذه القيمة، لاحظوا لي هذه القيمة هي واحد سالب لامدا في A، إذا الآن سأتعرف على A من خلال لأنه هذه تساوي لامدا هنا، وبالتالي تسمى الآن واحد ناقص لامدا هذه واحد ناقص لامدا تسمى سرعة التكيف speed of adjustment، أما أثر الاستهلاك في الفترة السابقة على القيمة على قيمته الحالية اللي هو الاستهلاك في الفترة الحالية فهو الآن لاندا تساوي فاصلة 10.43 كما ذكرت قبل قليل من نتيجة الدالة. الآن C تساوي 10.3355 زائد الميل الحدي للاستهلاك اللي هو طبعا هذه القيمة أذكركم هي عبارة عن واحد ناقص لاندا في A، وهاي الآن لاندا إذا بقدر أتعرف بما أني عرفت لاندا بعرف A بالحالة هاي، وهون الميل الحدي للاستهلاك فاصل 2.875، إذا نتابع ما يعني أن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الفترة السابقة يؤدي لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الوقت الحاضر، وتحدث كثيرا فيما يطلق عليه التوقع التكيفي الآن adaptive expectation، بمعنى آخر أنه يعني لا يستطيع المستهلك أن يرفع استهلاكه أو يخفضه حسب المعطيات الجديدة إلا بعد مرور وقت. أما الميل الحدي للاستهلاك فهو موجب القيمة حسب كما هو متوقع نظريا تساوي فاصل 2.875 ام بي سي تساوي بي ناط، وفي هذه الحالة تحديدا استخدمنا المتغير سي سب تي ناقص واحد كمتغير متأخر لفترة واحدة، ويمكن النتيجة على حساب قيمة المعلمة A كما يلي. الآن هذه الآن واحد سالب لامدا في A زائد بي ناط زائد طبعا في واي تي زائد لامدا في سب
في سي صب تي ناقص واحد زائد الايرور. هذه الان كل هذه واحد سالب لامدا في اي تساوي هذه القيمه، لكن لامدا تساوي هالقد يعني هذه القيمه، بانها لامدا تساوي فاصلة 10 43، اذا واحد ناقص فاصلة 10 43 مضروب في اي هذه عوضنا عنها تساوي اذا 10 33 55، اذا اي تساوي هذه القيمه على هذه القيمه بتساوي 11.66 93. هاي قيمه اي. يعرف المضاعف في الامد الطويل long run multiplier بانه مجموع المتاخرات الموزعه. الان هذه مجموع from i equal 0 to infinity ل b sub i تساوي b not في 1 على 1 ناقص لاندا، ما يعني بأن أثر المضاعف في الأمد الطويل من التقدير قبل يعني الذي حصلنا عليه قبل قليل من هذا التقدير، أوكي 1 على 1 ناقص لاندا في بي ناط طلعناها الآن هو الآن 0.827 الميل حد الاستهلاك في في القوس، طبعا 1 مقسم على 1 ناقص لاندا ويساوي 0.92 38 أقل محصي. هذا هو أثر المضاعف في الأمد الطويل. لاحظوا أثر المضاعف في الأمد الطويل، يعني نهاية الدينار أصبحت هكذا. وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائل البرجو لكم جميعا أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله الرحمن الرحيم. حماكم الله.